اشكر لاهلي اللي شجعوني. مشان هيك انا بدي اشكركم، بدي اشكر كل الاهالي all the parents thank you، لانه عم بتشجعوا اولادكم للساينس. الساينس شيء كثير حلو بالكلتشر وبعده جديد، بس بيفرح قلبي بس شوف عن جد انه في اولاد واهالي عم بيشجعوا اولادهم يعملوا ساينس اكتيفيتيز. اهميته مش بس انه نعرف القصص باليومياتنا، بس كمان دقه الملاحظه الحشريه بتصير اكثر عنا، اللوجيك بيقوى، بنصير نقدر نحل مشاكل مش ضروري معلقه بيومياتنا، بس كمان مشاكل بالقصص تكنيكال بالحياه. ما رح اطول عليكم، بدي اخبركم شوي. اذا ما بعد ما بتعرفوا عن الليتل ساينتست، نحن على الانستغرام وعلى الفيسبوك ليتل ساينتست ال بي، سو بليز فولو اس تو نو مور اباوت اور سيرفيسز. نعمل every Saturday كل سبت workshop، وعنا teams بيكونوا معيانين للworkshops. نعمل كمان after school، عنا agenda plus science activities on a daily basis. وإذا حابين science parties و birthdays كمان on our list. هلا اليوم بدي أشكر شكر كتير كتير خاص، وبدنا نزقف لدكتور سيرين نعمي. For science or her passion, ببين if you follow her on the YouTube كمان channel. Her passion is beyond description. شيء كتير عن جد شيء بفرح القلب. مبسوطين كتير انه هي معنا اليوم بالليتل ساينتست. استفيدوا كمان من قصص اللي خبرنا عنها اليوم، والجمعة، الجمعة كمان عنا لقاء مع دكتور سيرين نعمي بمناسبة الورك سبيس ويك. ستيفان؟ اوكي، بمناسبة الورك سبيس ويك عم نعمل كثير اكتيفيتيز، دكتور سيرين رح تحكي عنها. اوكي؟ يلا زقفة بليز لدكتور سيرين بعد. So we have Kamena telescope
جاليليان تلسكوب مقدمه دكتور راجي حجار واذر برايسز دكتور استر بعدين بتحكي عن البرايس اللي انت بحضرتك مقدمتيها. في عنا هلا هون اذا شفتوا هون الورد سبيس ويك اذا بدكم تتبرعوا مينيموم 1000. هلا اذا حطيتوا بنحط كل الاولاد متصور كلنا هيك يونايتد لحتى نتبرع. كمان في شغله هيدي متصور شو بدي اقول عن بينتينج. في معنا سعيد برا البينتر سعيد عم بحضر وانا اذا بتشوفوا في رسوماتي عم جرب ارسم مشان هيك ما ضروري نكون بينترز لحتى نرسم سبيس. في هون في فوق كل جالاكسي هيدا الاكسبلوجن اوف سوبر نوفا فور اكزامبل. هونيك انيبولا هول بلانتس يو كان سي اند في بعد عندنا مرض دوموزيل بس ساجر في وحده سو ايه. هلا هون الصور هون من كندا فلاكس هاواي تلسكوب. حبيبي انا شو قلت لك راح الديتيل معك حق بس بعد دومين. سو بدنا نبلش نرسم ولما نرسم بعدين البينتر بيقرب ذا بيست ايمج. انا عم بحكي التلسكوب من دومين روح اقعدوا يلا. هذا التلسكوب بعد دومين. I will not answer that. منو هلا بقول لك ليه؟ طيب هلا البينتر رح يرسم اللي بده اياه. يو ار فري انه ترسموا اللي بدكم اياه، يعني فيكم ترسموا سولاي مع نقط صوت. بتشرح لكم ديانا هون شو هيدي السولاي الصن الشمس او ساتن. فيكم ترسموا جالكسي، فيكم ترسموا نجوم، اللي بدكم اياه فيكم ترسموا. نسيت شغله بعد كل شيء دكتور استر؟ لا معنا يلا يس بليز تعوا لانه انا رح اكون مع التلسكوب مع العيله اسكس مع اوكي يلا. طيب كمان شو رح نعمل هاندز اون؟ مثل ما بدكم مع التلسكوب وكنت هون عم نعمل هاندز اون. سو بليز اف يو فيل يو هاف ذا تايم ات ويل بي ا بليجر تو هاف يو امونج اس. نحن هلا رح نبلش بس قبل ما نبلش ات ذا اند رح نعمل سيرتيفيكت for the best three performers اليوم. مثل ما ذكر الدكتور سيرين عنا الباينوكلرز وكمان رح يكون في عنا اكتوبر افتر سكول از ا جريت مورنينغ ات ذا ساين. سو نحن هلا ما عنا شي ريجوليشن للبينتينغ اني ثينغ اوكي ليتل ستيفان اليوم فينا نرسم اللي بدنا اياه اوكي. انتو بموت في ايماجين ليسباس داكور لي بلانيت اوكي. حيلا شي ليسات ليسباس كالاسا اوكي. او بديتي نادب نون كارنيفور كي فيف سولمون او اوتور اي مزبوط. ايماجيني ديسيني دي بلان سور لي بلانيت اكسترا تيرست اوكي. شي ايماجين بس الفو دي بلانيت لازم تحط بلانيت. Fine, are you ready? Yeah, are you ready for the painting? Okay, هلا بس أهم thank you رح توزع عليكم البرسو. يلا بدنا ناخذ صوره مع دكتور سليم لنقول لها ثانك يو وتقص الكيس. الاهالي بتسال